الأعداد اللي قتلوا من هذه المرة في الاحتجاجات، الأعداد اللي قتلوا من البسيج ومن المسؤولين الأمنيين تجاوز أكثر من 20 شخص، يعني حسب إحصائيات رسمية أنا طلعت عليها أخيرا، يعني أظن 25 أو كذا، فهذا العدد عدد كبير جدا. 25 شخصا تابعا للنظام قد قتلوا في هذه التظاهرات؟ نعم النظام يقول هذا. لو نقول حتى لو نقول يعني لو سلمنا جدلا بأن الأعداد قد يبالغ النظام، لكن على الأقل لا يقل عن 10 أشخاص، لكن لو حتى 10 أشخاص هذا عدد كبير جدا يعتبر بالنسبة للاحتجاجات السابقة مقارنة. طبعا النظام يقول بأن أكثر من 20 أو 25 شخص قتلوا، لأن النظام يريد أن يقول بأن هذه ليست احتجاجات سلمية تطالب بالإصلاحات أو حتى بإسقاط النظام. النظام يقول هؤلاء الشرذمة أقلية متطرفة مسلحة مدعومة من الخارج، ويريد أن يعني أن يجر النظام إلى العنف. هذه سياسة النظام، حتى يقول للداخل والخارج هؤلاء إرهابيون، هؤلاء انفصاليون، هؤلاء متطرفون.